على اللي صلح الشاهي ولا جابه وخاطري وخاطري اصيد ذاك الشرياس ذاك الشرياس. اقول العام قناصنا وصدنا صقر يا اخي، ما حسيت ان طعمك انه ورق؟ لانه تفقيص مكاين. يمه انا فوق السطح اذاكر، ما حصل مكان يذاكر فيه الا فوق السطح. وانتش عليك منه، المهم يذاكر وينجح. الحين هذا اللي يبي يذاكر مشغول بالواتساب. انا سمعت الدراسه تطورت عندنا وقاموا يطرشون الدروس بالواتساب. دمدم انت شو تسوي؟ اطقطق واشوف الواتساب واشوف فيديوهات الضحك. انت مو قلت حق امك تبي تذاكر؟ والله خاطري اذاكر، بس من اول السنه مقاطع الكتب، ما ذاكرت ولا فتحت كتاب. اخاف افتح الكتاب يقول عني مصلحتي. هذا انت يا الكتاب؟ ايه الكتاب يقول عني مصلحتي، تجيني بس وقت الامتحان. خل بكيفه، يذاكر ولا ما يذاكر، بس اخاف عقب اهله يقولون احنا السبب. إيه عدل عدل كلامك، عاد كل شيء اللي سمعتنا. لا تخافون ترى انا بنجح، انا حلمان اني ناجح. دمدم دمدم يبا كمل كمل الواتسابك، بس ها لا تنسى تطرش حلمك للمدرسه علشان ينجحونك. دمدم قم مدرستكم قم، عندك امتحان باكر. افا وين الصفحة اللي فيها صقر؟ أي صقر؟ اللي فيها الصفحة؟ أتذكر أنه كان في صورة صقر بهالصفحة. وأنا أقول ليش الصقر اللي كلناه كان فيه طعم ورق، طلعنا ماكلين كتاب دمدم. أنت تقول من أول السنة ما فتحت الكتاب، أكيد مات من اليوع. أقول خل واتسابك ينفعك، ترى المدرسين اتصلوا في أبوك وبلغوه أنك ساقط وبتعيد السنة. ساكت ولو حق سرق غير النجا عايش عبا صحة غلط.